بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الجزء الرابع من شابتر سيبج اند سايل هنتكلم النهاردة عن الفلو، بس مش الفلو في السايل، الفلو في مين؟ في التيوبز أو في الأنابيب. وطبعا أنت درست الكلام دوت في الهيدروليك، فإحنا هنراجع عليه بس بسرعة. عندنا في نوعين من الفلو في السايل او في الانابيب، عباره عن اللامينار فلو والتيربلانت مين فلو. اللامينار فلو ان الحبيبات بتاعه الميه اللي بيحصل فيها وهي ماشيه فولو ديزاينيتد باث، يعني في عندي ايه، في شايف في باث معين الحبيبات او الجزيئات بتاعه الميه ماشيه فيه وما تتقاطعش، ده ما يروحش ده وده يجي هنا هو، فده بيسموه اللامينار مين فلو. اما التيربلانت فلو فده الريجولار وانستيدي، طبعا عشان ممكن الميه تخش كده وممكن تخش كده، وانت خدت الكلام دوت برضك قلنا في الايه، في الفلويد والهيدروليك. احنا دلوقتي في السويل ميكانكس بتاعتنا في التربه، الاستيدي او اللامينر فلو هو ده اللي احنا هنبتدي ايه نتكلم فيه. فببساطه لو احنا رجعنا زي ما خدنا في الكابيلاريتي الاول، اتكلمنا في الانابيب وبعدين دخلنا على السويل. يعني لو انت عندك في انبوبه بالشكل دوت وحطيت هنا بيزومتر وهنا الضغط كان H1 والضغط H2، ففي فرق في الضغط اسمه H1 ناقص H2، والمسافة ما بينهم اسمها مين؟ L، والأنبوبة بتاعتي قطرها مين؟ R. فأنا لو خدت جزء صغير كده فاينايت إليمنت صغير هنا كده من المية اللي هتمشي هنا خلاص على بعد مين؟ على بعد DR خلاص، ونص القطر بتاعي ده اسمه R، يعني نص القطر هنا اسمه R، والحتة سمكها الحتة الصغيرة دي اسمها دي ار، ماشي. فانا عايز اعرف السرعة قد ايه، يعني السرعة اللي المية فيها، هل السرعة هنا زي السرعة هنا زي السرعة هنا زي السرعة، سرعات متشابهة؟ لا، السرعة هنا اقصى سرعة بتبقى موجودة فين؟ في النص، واقل حاجة فين؟ في الاطراف. فعشان تستنتجها زي ما قلنا ده الراديوس وده الايه فرق الضغط وده الايه الفرق في الضغط نفسه وده الاتش اللي هي الايه الفيسكوستي، دي اسمها مش اتش دي اسمها الايتا، دي الفيسكوستي بتاعت الليكويد، والفاريبل راديال ديستانس اللي هي الار، ودي الفيلوستي وده الفيلوستي ايه جريديان. فنرجع تاني بنقول ايه بقى، بنقول ان الثراست او اللي هو اللي بيشد الميه من هنا لهنا ما بين 1 و2 لازم تتزن عن طريق الشيرنج مين ستريس اون ذا سايد اوف ريجولار، يعني الشير اللي موجود فين على سطح الايه الرينج ده. الشير دوت بيتناسب مع مين؟ مع ايتا، يعني مع الفيسكوستي. كل ما يعني عند بعد ار، يعني كل ما الايتا دي تزيد كل ما الشير فورس مالها تزيد، معروفه دي. وكمان الشير ده ماله بيتناسب مع مين؟ مع معدل الايه السرعه، يعني الشير بتاعتي ماله بيتناسب مع الاثنين. طب الشير عباره عن احنا عندنا باي ار سكوير في ها جاما، ده اللي هو الفرق اللي بيسموه فرق الايه فرق الضغط، باي ار سكوير في جاما ووتر في اتش 1 ناقص اتش 2. الكلام ده بيساوي ايه؟ 2 باي ار في ال، ده اللي هو الايه المحيط، في ايتا اللي هي الفيسكوستي في الدي في على مين؟ على الدي ار اللي هو الشير بتاعي. طيب لو ابتديت تعمل التفاضل والتكامل وتودي وتجيب، هتلاقي ان الفيلوستي في الاخر بتساوي جاما ووتر على 4 ايتا في ار سكوير، ار سكوير دي اللي هي الار الكبيره ناقص ار مين؟ ار اللي دي الار الكبيره ناقص الار اللي هي البعد اللي عندي. يعني انت عايز سرعه عند مثلا نص قطر 3 وهي نص قطرها كله، يعني القطر بتاعها كله 5، خلاص هنقول بقى ال 5 سكوير ناقص مين؟ ال 3 سكوير في الايه الاي بتاعتي اللي هي الاي اللي هي معروفه ان هي ايه الدلتا اتش على مين؟ على ال. طيب ده بالنسبه للفيلوسيتي. طب لو عايز اجيب بقى الكميه الميه اللي هتمشي، معروف ان كميه الميه بتساوي ايه في الاخر؟ ال V في ال A. فأنا ممكن أقول إن هي عبارة عن مين؟ جاما ووتر على 8 إيتا في R سكوير ناقص I في A، ده لما تحطها هنا باي في جاما ووتر على 8 إيتا في I في R أس كام؟ 4. يبقى أنا أقدر أطلع مين؟ أطلع من هنا قيمة المية اللي هتمشي خلال الإيه؟ الأنبوبة بتاعتي، وممكن أطلع السرعة بتاعتي من القانون اللي قدامك دوت. شكراً.